السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبة قلبي، إن شاء الله نلقاكم بخير بصحة جيدة إن شاء الله. حبيبة قلبي اليوم جبت لكم ميني كيش، يعني بطونة والزيتون. نعطيكم مقادير بسم الله. عندي الملح نص مغرفة تاع لاتاي، عندي مغرفة تاع قهوة تاع الخميرة تاع الخبز، 5 غرام يعني نص تاع 10 تاع هاد الباكي، 5 غرام تاع الخميرة تاع الخبز تاع الكاطو. عندي 4 مغارف تاع الرايب، عندي كاس ناقص اسبوع تاع الحليب، عندي نص كاس تاع زيت الزيتون 250 غرام تاع فارينة. بسم الله. هذه دوكا تفقت لي برك، يعني هي مغرفة تاع قهوة معمرة هايليك. فوالا عندي هذاك 4 مغارف تاع العشاء تاع الرايب، الرايب خير من الياغورت، جربوه ورجعوا لي بالخبر. كاس تاع الحليب دافي ناقص اسبوع يكون دافي، نخلط مليح قبل باش تحلي هذيك، باش تفتح كاع ديك الخميره. فوالا، ونزيد هذاك نص كاس تاع زيت الزيتون، ونزيد نخلط مليح مليح، نخلط مليح باش داك الزيت وداك الحليب والخميره يتخلطوا بعضهم بعض، يعني ما يكونش الزيت يروح في لي كوتي والحليب وحده. هذه مهمه ثالث، هكذا نزيد مغرفه تاع قهوه تاع لالي فيرشيميك ولا الخميره تاع الكاطو، يعني هنا فيها 10 غرام، حنا نديرو نص تاعها، نص تاعها هايلك، مغرفه تاع قهوه هايلك. ونزيد 250 غرام تاع الفارينه، مازال ما درناش الملح، نخلط قبل هاد شويه باش يجيني ساهل في التخلاط، نخلطوه غير بالفوي ونزيد نكمل بلا ما ننسى الملح. قلت لكم نص مغرفه تاع لاتاي تاع الملح، حنا كو تعرفوني خلاص ولفتوا معايا هكذا. وكي نخلط نعطيلو دقيقه تاع التخلاط، وعلاه باش هذاك الجلوتين يزيد يعاون يخدم في هاد الوسمو تاعي هكذا. شغل كي اللي راني عجنتو ولا بسباتولا ماشي بالفوي، هكدا مدة دقيقة. دوك نغطي على هاد لاباط تاعي ونخليها تخمر. دوك ندوزو التكتوكة تاعنا. وهنا التكتوكة تاعي واش عندي؟ عندي حبة طرشي متوسطة وحبة طرشي من اللون الأخضر، وعندي حبة تاني متوسطة شوية صغيرة على يعني فلفل أحمر توجور طرشي، قطعتهم هكا مربعات هامليك، مربعات شوية كبار هامليك باش يبانو، وبصلة تاني صغيرة ماشي كبيرة ماشي متوسطة هايليك. دوك نقلي هادو. وهنايا واش عندي؟ 2 مغارف تاع العشاء تاع الزيتون إيفيلي لي غوندال، وقيس تاني 2 مغارف تاني تاع العشاء تاع الزيتون الأسود، أنا قطعتو وحدي هاوليك، يعني ساهل ملحم نعبزو هكا ونقطعو من بعد بالموس هاوليك باش تشوفو يعني. وهنايا عندي 3 علب تاع طونة ألا صوص، هادوك لي يتباعو 3 في بواطا وحدة، الكرطونة وحدة ألا صوص طوماط. وعندي شويه تاني تاع فرماج رابي، وبلا ما ننساو الملح، الملح ما نكثرش بزاف باسكو كاين الزيتون هكذا. دوك نقلي قبل هاد التكتوكه تاعي منطو راه يتخمر لي العجينه. وبلا ما ننسى 2 مغارف تاع عشا تاع زيت الزيتون هكذا.
هنا بعد ما طابت لي التكتوكه تاعي هذيك مازال ما درناش الملح، دوك حندير وشنو ما تقيدوش عليا انايا على حسب واش ندير. انا قلت لكم ما نكثرش بزاف على جال يعني اللي عنده لا طونسيون، باسكو ما ننساوش فيه الزيتون الاسود فوالا، وفيه الزيتون الاخضر صافي، مهما يكون مالح. ندير حسابي ونخلط هاوليك باش نجوزو لاباط تاعنا. هايليك حبيبه قلبي، بعد ما خمرت لي ضعف الحجم تاع العجينه تاعنا، هايليك ديكازيوها شويه برك ماشي بزاف، هكذا برك هايليك راكو تشوفوا فيها كيفاه جات، ماشي سائله بزاف ماشي متماسكه. هايليك دوك انايا واش جبت هنايا ليمون تاوعي، دهنتهم كاع بالزيت المائده وغبرتهم بالفرينه، وانا دوكا ما على باليش اسكو هادو تديهم لي ولا تجيو لي غير هاد غير هاد الليمون، انا تنت ما على باليش. دوك ديريكت حندير بسم الله نعمر مغرفه وما تعمروهمش للفوق، نديرو حسابنا بلي حد زيت تخمر. هايليك ندير كاع مغرفه مغرفه ونزيد لطون، هي راهي تمشي لاباط تاعي. وهنا نجيب هكا مغرفه تاع قهوه نديرها في الماء هكذا باش نبسط هاد لاباط تاعي. انا ما درتهاش بزاف بزاف سائله باش تفهموا يعني. هايليك نكمل كاع هكذا ما نخليهاش تخمر، توت سويت نحشيها بهاد بالطونه والتكتوكه هذيك. هنا بعد ما بسطتهم يعني ما خليتهمش يخمروا ديرك، دوك حندير الطون هكذا ندير لهم كاع مغرفه مغرفه ونشوف. لازم نقسم هاد ثلاثة عولب تاع الطون، نقسمهم على كاع هكا هاد لو ميني كيش كنقولكم بيتزا هكدا. فوالا قسمتهم كاع هاكي كملتهم، دوك حنزيد التكتوكة تاعنا اللي فيها الزيتون والبصل. بسم الله تجيكم عايلة مع هاد الصيف، مع يعني ميم كي تروحو تحويسة تقدرو تديو هاد ميني كيش، وكيما تقدرو تاني ديروها كبيرة يعني اللي يعجز ما عندوش ليمول ولا في هادوك ليمول سيليكون صغار، يعني راني نوريلكم واش عندكم. كيما تقدرو ديروها تاني كبيرة، انا من درت نديرها وحدة كبيرة ويلاه. هنا حبيباتي بعد ما عمرتهم كاع هاهم ليك، وشعلت الفرن تاعي 180 درجه هاهم ليك، كملت كاع ديك التكتوكه جاتني سوا سوا مع الطونه. دوك نزيد لهم من الفوق شويه فرماج غافي هكذا غير في الوسط، ما نعمروش كاع لي كوتي، وين يطيح لي فرماج لازم نرفدو سينو تحرق لكم في السنيوات تاعكم، ندير لكم الدخان في الفور. هكذا حبيبه قلبي انا شعلت الفور تاعي قلت لكم 180، كي يطيبوا ان شاء الله نولي لعندكم. هامليك حبيباتي لي ميني كيش تاعي بالطونه والزيتون الاخضر والاسود، وزيناهم بالفرماج وزدنا لهم تكتوكه، زدت رافقتهم يعني رافقت هادو لي ميني كيش بالسلطه، هذه يعني ماكله تاعنا تاع العشاء وكله صيفيه حبيبه قلبي. دوك نقسم لكم الحبه هاني كيف جاو كو تشوفوا اسفنجي كو تشوفوا ما شاء الله،
ولا أروع. حبيبة قلبي، ولا عجبكم الفيديو خليوا لي تعليق، واللي دخلت للقناة لأول مرة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلكم لفيديو توعية أحلى وأروع مشتركات حبيبة قلبي في فيديو واحد آخر إن شاء الله. سلام.